المجلس الأعلى للتربية لازمنا نعرفه، اللي هو راهو كان مطلب للقطاع وللطرف النقابي من 2012. من حيث المبدأ معناتها منش ضد، ولكن اللي شفناه اليوم كونه تمثيلية متاع مثلا النقابة، نحكي على الجامعة العامة للتعليم الثانوي، والدور متاعها ثم برشا نقاط استفهام تطرح للتاريخ. والحاجه المؤكده كون الجامعه العامه للتعليم الثانوي لم تكن يوما مجرد ديكور معناتها تزين المحفل، لا، نحن ديما كي نحضروا في حاجه لابد من كونه يكون حضورنا جدي، ويكون حضورنا حضور فعلي، ويكون حضور ايجابي، ويكون حضور يقدم الاضافه ويقدم المقترحات. هذا هو معناتها تاريخ الجامعه العامه للتعليم الثانوي، وهذا هو معناتها المسار نتاع الجامعه العامه للتعليم الثانوي. وعليه اليوم لو كان باش ينحصر حضور الجامعه العامه للتعليم الثانوي في كونها معناتها مجرد تمثيل، هاي موجوده ما غير ما يكون عندها راي وتدلي برايها وتقدم مقترحاتها وتكون فعلا معناتها عندها تصوراتها، باش يكون عندنا فيه موقف رسمي، عندنا هيئه اداريه، عندنا مكتب جامعه. معناتها هذايا اليوم التصريح اللي قلته معناتها وفقا لما اطلعنا عليه من اللي اصدر الامر اللي صدر في الرايد الرسمي. ومن بعد معناتها الجامعه العامه راهو نرجعوا للهياكل النقابيه ونبلور موقف واحد نتحمل فيه مسؤوليتنا كما كنا دائما.